جماعة الخير هذا رجال، يا جماعة الرجال في بيته، فجأة دخلوا عليه ناس، يوم دخلوا عليه رحب فيهم، سلم عليهم، سلموا عليه، ثم قلطهم على 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 الأكل. يوم قالوا يا جماعة الخير يلا سموا على عشاكم، ثم يناظرون فيه، هو حس بخوف منهم، يوم خاف، يوم حس انه خاف منهم قالوا له لا تخاف معلش، احنا جايين نبشرك بشارة وحنا ماشيين عموما، يعني جايين نبشرك وبنقول لك في بشارة طيبة زينت لك. ويعني البشارة هذه خلت زوجة هذا الرجل يا جماعة تصيح وتطلق على وجهها، فقالت شلون يا جماعة الخير احنا يعني انا عجوز كبيرة، فشلون بيجيني ولد؟ ايش قاعد تقولون انتم؟ التصور هذا اللي انا صورت لك اياه والقصة هذه يا جماعة الخير يعني ما هي بليغة ولا عندي هاك البلاغ، لكن يا جماعة الخير تعالوا خلونا نسمع الكلام هذا من الله سبحانه وتعالى في هذه القصة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يا جماعة الخير ما أجمل الإنسان معيش مع القرآن في تلاوته في تدبره يصور الآيات. أنا اللي خلاني أتكلم في هذا الموضوع يعني مقطعين أثرن فيني صراحة، يعني أيام تأثيري ربما لو أعرض لكم راح يأثر فيكم. هذول يا جماعة الشيبان شوفوا شلون يسمعون القرآن، وشوفوا حنا شلون نسمع القرآن، شوفوا شلون يقرون القرآن، وشوفوا حنا شلون نقرأ القرآن، شوفوا الفرق، شوفوا الناس اللي عرفت القرآن، عرفت يعني العيش مع القرآن والحياة مع القرآن. يا جماعة الحياة مع القرآن حياة جميلة جدا كلنا نبحث عنها، لكن خلونا نقرأها يا جماعة الخير بتأمل وتدبر ومعرفة في معاني الآيات، في معاني التفسير. شوفوا المقطعين يا جماعة، شوفوا يا جماعة تأمل الشيبان هذول. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض.